على طاري زايد، ما احنا ذكرناه من ضمن المجموعة. زايد إلى الآن طلبنا هنا كذا مرة أن الجنرال يصرح بنقاط زايد زي أي أحد، نقاط الشيخة اللي قبل ثلاثة أسابيع تدري إن شفت أمس تغريدة إلى الآن. طيب تغريدة للجنرال هذه أنا بعرضها التغريدة. شكرا، خلاص تفضل. في تغريدة للجنرال، أنا ودي أقول كلام لكني أستحي والله وأتحفظ، لكن خلوا نشوف تغريدة. قول لا تستحي بخالي، قول أعطوني إياه. قول يا رجال لا تستحي. طيب موضوع زايد ودرجاته ما أبي أقول لكم كم عطيته، وهذا شيء راجع للجنرال. أما موضوع المعاونين تابعوا المحكمة، ولا أحد يزعجني في الخاص. ولا أحد يزعجني؟ إيه أطول تابعت المحكمة والله. ايش المحكمة؟ ايش اللي تابعنا في المحكمة؟ تابعنا مسرحية ساخرة مبتذلة جدا، ما فيها أي شيء زين، وتجي وأسقط على الجمهور. احمد ربي يا حبيبي إن أحد يتابعك ولا يعطيك وجه ولا يرد على تغريداتك، ترد عليهم بالشكل هذا ولحد يجي الخاص. أهدى يا ويا أخي، وبأي حق ومن سمح لك؟ وليش المسؤولين يعني انا استغرب صراحه، يعني انا ودي واحد من الاداره يتجاوب معنا الحين ويقول هذه درجات زايد. مو معقوله يا شباب، مو معقوله. هل هذا زايد اذا دخل برايم؟ زايد يا اخي من حقه يعرف درجاته؟ انا اتوقع انها ما حسبت. زايد ابغى يدخل في الشروم، اعطوني والله من حقه يا رجل، اعطوني اياه. عندي سؤال يا اخي، انا عندي سؤال يعني مؤرقني. الى متى ابو رزيقه في هذا الانفلات واحنا ما حد يقدر يضبطه؟ ليش ابو سلطان ما قد تكلم عنه؟ ليش الاداره ما ضبطتها؟ ابو سلطان تكلم عنه في المداخله، بس يبدو ان ابو رزيقه تكلم عنده واسطه نفس واسطه الرجال. لا ما تكلم عنه على مضض بيض الله وجهك فهد معيان على جيبك الجوال، هذه شغله ابو رزيقه المفروض قام بها. تكلم ايش قال؟ اقول هل قال هل طر الدرجات اللي المفروض يطريها؟ تدري هل طر؟ تدري ايش اللي يغبن اكثر؟ انه يكرم، بس يكرم خلوه يقدم مسرحيه، خلاه يقدم بدل ابو رزيقه يدخل يقدم اللي تبغى اللي يبغى. اتحدى احد يقول لا، خلاه يقدم بدل وليد القشلان ويقول ان وليد طلب مني. انا اتحدى وليد فيه من المهنيه بانه يعرف من يختار. انا لو كنت مكان وليد وانا اعرف فكر وليد بيختار عادل بن هيف. حنجي الموضوع حق اما انه يختار ابو رزيقه هذا تكريم. لا خلنا في محوره أسلم. لماذا يكرم؟ ايه انت الان ليش يعني هذا الشخصيه الكوميديه اللي انت حطيتها، او خلنا نقول المرسول، او خلنا نقول الجنرال، ها ليش كل مره انت رازع عليه في الشاشه؟ ليش كل مره يطلع لي على الشاشه ويغرد لي في تويتر يستفز الناس، وامس يمنع المعاونين ويتخبطات يمين؟ هل هذه صناعه شو واحد؟ مو كذا الا صناعه شو، والله انهم يعتقدون انهم يصنعون شو بهذا الطريق. والله اني احلف انهم ما يقدرون عليه يا رجال. لا 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 صناعه شو. طيب. اتكلم من 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 ابو رزيقه، تمام؟ خلينا نقول فقره الجنرال، ما راح اسميه، تمام؟ فقره. طيب. الجنرال هذا صناعة شو مبتذل، مو على حساب درجات المتسابقين ولا على حساب المنافسة. طيب. أنا تحدث نواف قبل تعلق بسألك سؤال. تفضل. إحنا قلناها مليون مرة، برزيكا كاركتر جميل، له حضوره في نطاق معين. صحيح. زين؟ صحيح. بس لا يتجاوز مشكلته مع برزيكا إنه يتجاوز صلاحيات وعلى حساب المتسابقين. ولا أحد يقدر يقول لا. والمشكلة ما في رادع. لا المفروض انه يكون في رادع من الاعداد ومن مدير الاعداد، يعني مو اي شيء يدخل فيه ابو رزيقه. في بعض الاحيان دخولياته تكون بشكل غير جيد الصراحه. إيه؟ انا بتكلم عن الحديث دائما ابو رزيقه في تويتر، ودائما انه في كثره سقطات على المتابعين، يعني على جمهور البرنامج البزنس، وانه ترى عندي لا احد يزعجني، لا احد يكلمني، انا ما ادري ايش الدرجات عندي، كيفي ابغى اسوي. لا حبيبي مو بكيفك الوضع، في هناك جمهور، في ناس اهل المتسابقين يخافون على درجات المتسابقين، لهم الحق انهم يتكلمون ويتحدثون معك باي طريقه كانت. احنا يجينا كلام حاد جدا، ولا قدرت اصلا يعني اتناقش في هذا الموضوع ابدا. لهم الحق بالكلام، هذا الجمهور قناه او جمهور برنامج البزنس لهم حق بالكلام باي شيء يبغونه. لذلك يا عزيزي يا ابو رزيقه احترم المشاهد. ترى المشاهد مثل ما اقول لك انه يخاف على المتسابق، وله الحق انه يتكلم عن البرنامج
اكثر من اي اكثر من اي مقدم هنا موجود. طيب اخي احترم احترم على الاقل حق المتسابق. لذلك احترمهم تجاهل زايد. بالعكس تقولهم يا جمهور العزيز انا اسف انا اعتذر، واحد اثنين ثلاثه. اما بالردود الاستفزازيه اللي احنا قاعد نشوف في حساب ابو رزيقه لا غير صحيح، غلط. أي ليش؟ غلط كبير جدا. ليش ابو رزيقه ما له رادع؟ بس انا عندي تساؤلات. وانا التساؤل الاكثر انت كيف تبغاني ادعم زايد وانا ارى ان هناك ظلم وقع على زايد ولم يرفع من قبل الاداره؟ هل هم راضين؟ تبون تطلعونه؟